لائحة الانتظار اللي كانت ولا لائحة الموت اللي كانت من قبل، فتم تكفل هذيك الساعة كان عندنا شي 55 حالة اللي كانت تتعالج بالمركز ديال التصفية الكلينيكية بالمستشفى. درنا واحد اتفاقية شراكة مع جمعية مرضى القصور الكلوي وأصدقائهم، دخلنا واحد 8 ممرضين مساعدين وزدنا واحد 15 المريض، توصلنا لقاع الطاقة الاستيعابية ديال المركز 70 مريض. ولكن رغم ذلك بقات لائحة الانتظار تتكبر، فشلنا مع المصالح المركزيه ودبرنا على تقريبا 1 مليار لاقتناء شراء الخدمات ديال مرضى التصفيه الكلي بكل من الخميسات وتيفلت. والحمد لله دابا راه كاين شي 76 حاله اللي تتعالج للوزاره تتخلص عليها الحصص ديالها، والحمد لله واقيلا ربما الاقليم الوحيد، واقيلا باش ما نقولش في المغرب ولكن في الجهه، اللي ما عندوش لائحه الانتظار. وبالعكس عندنا اماكن شاغره اللي لا قدر الله تفاديا باش ما يبقاش لينا هاد مرضى القصور الكلوي، لان الانسان سانسيرمون كان نهار اللي تيجي عندي شي واحد راه بحال تيري فيه القرطاس، لان تيكون حاله ضعيفه وراميديس، هادو كلهم دي راميديس، لان اللي عنده الميتيو راه بيسرع دور بليزون شارج ديالو، ولكن كلهم هادو ناس مساكن ضعفاء اللي خص التكفل ديالهم. وباش نبشركم بالخير كذلك، هناك لان ما خصناش حنا تنشوفوا بعيد، نحن كوزاره لا الاخوان المتدخلين على راسهم السيد العامل ورئيس رئيس المجلس الاقليمي، غنبنيو واحد خرف تيفلت اللي غتكون الطاقه الاستيعابيه ديالو 300 مريض في التكفل بمرضى القصور الكلوي. راه نبداو ان شاء الله، راه درنا لابيل دوفر غيكون ان شاء الله فاج جويي ان شاء الله، دونك جويي اوت اون فاديماري ان شاء الله الكونستركسيون ديالو بمدينه تيفلت، وكم سا ما يكونش عندنا هذا المشكل حتى في المستقبل البعيد على التكفل بهذا المرضى هذا. المساعده الاجتماعيه نظام لتمكين تخفيف المندوبيه كذلك، لان الصحه راه هي الاولى غيكون عندها الحس الاجتماعي، وهذا عبد الضعيف عندي الدوزيام كاسكات هي ديال